وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. العشاء ومشكله العشاء وهنتعشى ايه، طب وازاي تقولوا لنا من غير نشويات، من غير ما تقولوا لنا وصفات بقى نقدر نتعشى فيها بمزاج كده بنشويات قليله او من غير نشويات. الوصفات اللي هنعملها النهارده مناسبه للناس اللي عامله كيتو، مناسبه للناس اللي بتحب تتعشى لو كارب او نشويات قليله، وكمان في ناس بتحب تفطر كده. النهارده وصفات، النهارده وصفات خفيفه فكره فيها كلها ازاي هنحط المكونات مع بعض. دايما وصفات الدايت بنتهمها كلنا بانها حاجات مكلكعه كده وفيها مكونات غريبه واحنا مش عارفين نعملها ازاي، او صعبه وفيها تكنيك صعبه. النهارده الحلقه دي هتكسر كل المفاهيم دي. المكونات اللي موجوده قدامكم دي موجوده في ثلاجاتنا كلنا، شويه خضار وجبنه وبيض بس كده. الفكره ان احنا لو حطيناهم في طبق جنب بعض كده هنحس انه محتاجين نغمس. هنعملها بقى بطريقه نحس ان احنا بناكل ساندويتش من غير ما نحتاج نغمس، وفي نفس الوقت من غير عيش. هنعمل اول وصفه مع بعض هي ساندويتش من غير عيش. تعالوا نشوف مكوناته عباره عن ايه. معايا ورق الخس، ده ورق الخس ده هيقوم بدور العيش في وجبه العشاء دي. طيب ايه المكونات اللي ممكن تستخدموها؟ عندكم جبنه فتة، لبنه، جبنه قريش اللي تحبوه، فلفل احمر، فلفل اصفر، شرايح ديك مدخنه او فريش اللي موجود عندكم. معايا كمان بيض مسلوق وملح وفلفل. ودي وجبة العشاء اللي كتير من دكاترة الدايت بيكتبوها للناس ويقولوا لهم جنبها خدوا توستاية. عايزين نخس أسرع ونصحى تاني يوم مش جعانين قوي. كله نشويات في الغدا بس ما تاكلوش نشويات في العشاء. تعالوا بقى أقول لكم على حاجة ظريفة هنعمل إيه. أنا معايا ستريتش، خلاص هاخده وهفرده هنا وهشتغل عليه علشان أعرف ألف بسهولة الساندويتش ده. طيب اهو هاخد ايه اوراق خس تكون كبيرة وحلوة. شايفين بقى طريقة الرص؟ انا بحط كل واحدة فوق نص اللي جنبها. شايفين هما ايه؟ راكبين على بعض كده مش مترصصين جنب بعض. طيب اهو تعالوا ايه دي نبدلها بدي. طيب اهو عملت كأني معايا ايه، عارفين اللي بيلف سوشي او بيعمل سوشي بيستخدم ايه؟ نفس الطريقة اللي احنا مستخدمينها دي. طيب تعالوا بقى ايه، هنجيب حاجه نفرد بيها ايا كان اللي عندكم. يعني هجيب معلقه مثلا، عندكم جبنه فتة، عندكم جبنه قريش، عندكم لبنه. انا هنا مستخدمه لبنه. وفي الوصفه اللي جايه حاطه خليط الجبنه القريش اللي عملناه مع بعض قبل كده اللي هو ايه بنضربه في محضر الطعام ونحط عليه اي حاجه زياده. انا بغير بصراحه قوام الجبنه القريش زي ما وريت لكم قبل كده بالطريقه دي بان انا اضربها. بصوا بقى هجيب ايه، تعالوا عايزين كمان سكينة. اهو اوكي. طيب ايه كمان؟ تعالوا نحط بيض. دي ده بيض مسلوق يا جماعة. خلاص اهو هعمل ايه، هعمل كده. اهم حاجة بس الشرايح ما تبقاش تخينة قوي فتضايقني والخص ده بيتلف اهو. طيب عايزين تحطوا بقى اي خضار. و خضارتين. طيب هعمل ايه؟ تعالوا هنقطع من هنا ونبتدي نلف.
اجي همسك من اول هنا. فكرة بقى هنا ان انتوا بتلفوا تبقوا ايه ماسكين من كل الاتجاهات. هيجي عند اخر حتة، خلوا بالكم انا ما دخلتش الستريتش جوه، واقفل بالستريتش وشت. بقى معايا ساندوتش جاهز هتاخدوه كده لو انتوا خارجين، لو انتوا هتحطوه في العلبه وهتاخدوه تنزلوا الشغل. طب هاكله في البيت هعمل ايه؟ هقطع كده. عايزين تشوفوا شكله من جوه؟ اوريكم شكله من جوه. ظريف جدا، بصوا اللذيذه. كانكم استخدمتوا تورتيه بريد بالظبط، او اللي هو شرائح العيش اللي هي ايه اللي معموله المكسيكي دي. خلاص تعالوا بقى نعمل ايه اشكال وانواع. تعالوا نعمل بقى واحده تانيه بالمكونات التانيه اللي الناحيه التانيه. مكوناتنا ايه؟ معايا تونه وخيار وزيتون اسود، عايزين تحطوا زيتون اخضر كمان حطوا، معايا مستردة وتحويجة زعتر اللي هي السوري، معايا حبة بركة، روز بيف افضل يكون فريش، بصل اخضر. المكونات اللي انتوا تحسوا ان انتوا بتحبوها لو هتعملوا عشاء، هي دي المكونات اللي هتستخدموها، تدوروا عليها وتطلعوها وتطلعوا شوية الخس وتبتدوا ايه تعملوا الرابس بتاعتكم. انا فارق معايا ان انا اوريكم كذا صنف، مش هوريكم بس التكنيك، عشان لما بتشوفوا الحاجه، يعني انا متاكده وانتوا بتتفرجوا عليا في الاول بصيتوا كده وقلت لكم راب ومفيش عيش وهنستعمل الخس، انا متاكده ان نسبه كبيره جدا من الناس اللي بتتفرج حست انه هنتفرج بس مش هنعمل، ده هيطلع شكله مش حلو، مش هيظبط، مش هيتلف، مش. فلما بتشوفوا الحاجه بكذا طريقه بيفرق جدا. تعالوا بقى نعمل ايه، نستخدم المره دي خس اكبر شويه. اهم حاجة انه ايه اهو. طيب حط ايه، تعالوا نعمل ده ايه، تعالوا نعمله تونة ومستردة وحبة بركة وبصل وزيتون. يلا عايزين على فكرة لو تستعملوا هنا زبادي يوناني بدل المايونيز اللي الناس متعودة تحطه مع ال، تعالوا ده زبادي على فكرة، نستعمل زبادي يوناني بدل المايونيز اللي متعودين نحطه مع التونة هيبقى ظريف جدا. خلوا بالكوا انه السبريد اللي بنحطه تحت ده مش بس بيدي طعم حلو، لا ده هو كمان اللي بيمسك لي الساندويتش في بعضه، فمهم ان انتوا تحطوه. مش عايزين تحطوا اي حاجه قلبان، عايزين تحطوا هنا مستردة بداله تقدروا. انا دلوقتي هعمل ميكس من الاثنين بصراحه. تعالوا بقى نحط ايه التونه نفسها. دايما وانتوا بتحشوا الخس ده ما تجوش عند الطروف دي، لان هو لوحده هتلاقوا المكونات ايه بتطلع. وحطوا حشوه قليله في اخر خصايه اهو. طبعا انا بحب لما استعمل تونه بحب استعمل التونه اللي هي محطوطه في ميه وملح، مش بحب استعمل اللي محطوطه في زيت، لانه مهما عارفين بقى الناس تقول لك ايه اغسلها بخل اصل قلل نسبه الزيت اللي فيها، انا بحس هي خلاص يعني فيها كميه زيت الصراحه كتير جدا. برضو ايه ما تزودوش في الحشوه قوي علشان ما تلاقوش ايه ان انتوا مش عارفين تلفوا الراب بتاعكم بسهوله. اهو طيب يلا
شايفين انا ما بدخلش الستريتش جوه عشان مش هعرف اطلعه بعد شويه. باين ايه؟ شايفين هنا انا ماسكه من فوق بشد. ليه؟ عشان يبقى ماسك نفسه. ده لزق. تعالوا نقفل من هنا ونقفل من هنا. تعالوا نقطعه مع بعض من جوه. بصوا الحلاوة. شايفين حلو ازاي؟ طبعا ما تفتحوهوش كده، ما تقطعوهوش الا لو انتوا هتاخدوه وتنزل وهتاخدوه وتاكلوه حالا. لو هتاخدوه وتنزلوا خلوه مقفول واقطعوه وقت الاكل. استنونا بقى بعد الفاصل، هكون انا عملت كام راب تانيين كده، حطيت فيهم الروز بيف كمان والخيار اللي معانا، وارجع لكم بوصفه ظريفه جدا جدا برده تنفع للعشاء وللفطار بنشويات قليله. اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل. رجعت لكم، عملت نص راب كده وقلت هكمله معاكم. عملت ايه؟ حطيت خس وجبنه قريش اللي هي المضروبه كويس، وحطيت عليها روز بيف وخضار، وهكمله معاكم. هحط بس خيار ودقه زعتر ويبقى جاهز. بس قبل ما نكمله بقى تعالوا نعمل فطاير الخضار مع بعض. فطاير الخضار دي على فكره مشبعه جدا، ظريفه ومنجزه في فكره بواقي الخضار اللي في الثلاجه. عارفين لما يبقى فاضل بصلايه على جزرايه على بطاطسايه ما يعملوش طبخه، احنا هنطلع من البواقي دي بقى طبخه ووجبه وصحيه كمان. تعالوا نشوف مكوناتنا عباره عن ايه. معانا بصل مفروم، جزر مفروم، بطاطس مفرومه، معانا كمان بقدونس وبيض حسب الرغبه او حسب الاحتياج او حسب ما العجينه هتاخد مننا. معانا بهارات زي بصل باودر، توم باودر، زعتر مجفف او اوريجانو مجفف، معانا كمان ملح وفلفل ومعلقه دقيق. دقيق هنا انا مستخدماه حبوب كامله. بصوا هنعمل ايه، انا هاخد البهارات دي كلها احطها على البيض واضربهم مع بعض، وهاخد كمان الملح والفلفل. نسيب شويه للوش والبصل والثوم الباودر. وملح وفلفل. خلاص ده كده ايه الخليط اللي هيمسك الخليط بتاعي. خلاص حلو. مهم جدا بس تطمنوا ان مفيش ايه كتل. هو لسه هنقلبه تاني بس برضو ايه ما يبقاش نازل فيه اي كتل. طيب هعمل ايه؟ هبتدي انزل بشوية من البطاطس وشوية من الجزر والبقدونس والبصل. عايزين بقى باقي عندكم اي خضار تاني تقدروا تلعبوا بانواع الخضار براحتكم. خلاص والبقدونس معايا ايه كمان هنا، شويه بهارات ومعلقه دقيق. تعالوا بقى الدقيق هننزل بيه هنا كله يمسك الخليط كويس. طبعا انا هنا مستخدمه دقيق حبوب كامله. قلبت الخليط بتاعي وايه الدقيق اتوزع فيه بالتساوي. عندكم بقى بواقي بروكلي، بواقي ارنبيط، عندكم ايه كمان ممكن ينفع؟ عايزين تزودوا لبن تقدروا على فكره. عايزين تحطوا سبانخ بيبقى طعمها حلو قوي. فاكرين مره عملت معاكم في حلقه
فطاير قرنبيط، كانت دي كلها ما فيهاش خضار غير بطاطس وقرنبيط وبيض وعملنا بقى الوصفة الهندي لو عايزين دوروا عليها، كانت فطاير قرنبيط الهندي. حطينا عليها بقى كركم وحطينا عليها كاري باودر وحطوا بقى جودوا. انا ليه بفكركم بالوصفة التانية؟ انه خدوا الكونسبت المفهوم بتاع الفطاير دي، ان في مادة رابطة وهي البيض، وان في خضار وايه، وفي المادة اللي هي بتمسك الخليط كويس اللي هي معلقة الدقيق، بس كده. جودوا بقى، غيروا في المكونات براحتكم. بصوا معايا هنا ناخد ايه، يعني رشة زيت بسيطة، بصوا بس كده. مهم قوي تمسكوا كده ايه الخليط في بعض. وما تبقاش تخينة قوي علشان تستوي بسهولة واقدر اشيلها بسهولة. بس لو انا مش شايفين انا بعمل ايه بقفلها على بعضها. لو انتوا مش تقفلوها على بعضها حلو، فيها فراغات هتلاقوها ايه طالعة مفرفتة، هيطلع برضو طعمها ظريف جدا بس مش هتبقى ماسكة نفسها. انا ايه مشغلة النار دلوقتي عالية، بس اول ما الخليط ده يبتدي يمسك نفسه هقلل النار. عايزين تبشروا الحاجات دي برضو تقدروا. طيب تعالوا بقى ايه على ما دول يستووا كده على نار متوسطة نلف باقي الراب بتاعنا بتاع روز بيف. احنا كنا حاطين ايه؟ كنا حاطين زي ما قلت لكم الجبنة القريش المضروبة حلوة عليها روز بيف وعليها الفلفل الالوان، واحط شوية، انا بصراحة بحب قوي دقة الزعتر قوي، يعني كنت دخلوها اصلا في خليط الجبنة القريش وتتاكل ايه تتعمل راب لوحدها من غير حاجة. طيب اهو تعالوا ايه نرول. سيبوا بقى هنا ماسكين كده، شايفين امسكوا كده، مسكت الستريتش من تحت وتلفوها لجوه عشان لازم يبقى مقفول حلو. اهو نقفل من هنا ومن هنا ونقطعه من النص. لازم سكينة حامية بس. بصوا اللذاذة، ساندويتش راب جايبينه جاهز من اي مطعم، روست بيف وخضار وزعتر وكل حاجة عايزينها. طيب تعالوا بقى ايه نبص بصة على الفطاير. بصوا احنا بنشيل بواحدة زي دي وبندوس لتحت عشان لو هي لسه مسكتش ما تتقطعش من بعضها اهي، وتقلبوها بالراحة ولو واحدة اتقطعت منكو عادي جدا هتقدموها على الجنب، مبيبقاش في اي تغيير في الطعم.
ياما كلنا ايه طلعنا دي كانها طبق مشكل كده يتاكل بالشوكه عادي جدا. ساعات كتير الطاسه بتاعتي لو ادمت او لو هي نوعها مش كويس بتلزق مثلا، ساعات كتير جدا الحاجه تطلع مفرفته. مفيش مشكله خالص، ده مش هيعطلكم عن ان انتوا تستمتعوا بالوصفه اللذيذه دي. بصوا انا دي اللي هغرف بيها خلاص، مش هحطها بقى، مش هاجي احطها في طبق البيض اللي هو ايه لسه ما استويش، لا هسيبها هنا وهعلي النار شويه على دي علشان خلاص كده هي جاهزه للتقديم. تعالوا بقى ايه، دايما كده لما تقدموا بوردز زي دي، انا بحب قوي قوي في البيت عندي بوردز ودايما اطلع عليها الوجبه، طلعتها بقى كده، طلعتها في طبق، شويه خضار جنبها. البوردز الخشب دي بتحسس اللي بياكل ان في اكل كتير قوي بتقدم، وهو فعليا لو اتحط في اطباق هيبقى نفس الشكل، هيبقى نفس يعني هيبقى حجمه اقل مش نفس الشكل. وبتسهل عليكي ان انت ايه حاجه واحده بتقدمي عليها كل حاجه وخلصتي. اهو تعالوا بقى ايه ناخد دول كده في طبق التقديم. وشوية بهارات على الوش، انا بقيت ده فاضل معايا اوريجانو وزعتر، ده اختياري عايزين. وهاخد معرفش بقى شاركوا معايا، انا قلب الخس اللي هي الحته الخس اللي جوه اللي بيبقى افتح ده من ايه، من اظرف الحاجات اللي احب اكلها جنب اي حاجه. وبكده نبقى خلصنا حلقة النهاردة بأفكار صحية ولذيذة لعشاء أو الإفطار بنشويات قليلة من غير ما نحرم نفسنا من إحساس أنا ماسك ساندويتش أو أنا باكل فطيرة أو باي. عملنا ساندويتشز من غير عيش وعملنا فطاير مشبعة ببواقي الخضار اللي في التلاجة. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، ابعتوا قولولنا عايزين مواضيع ايه تانية نتكلم فيها، ووصفات ايه تانية نحولها من وصفات عادية بناكلها في اليوم الفري الى وصفات صحية ممكن تساعدنا مش بس على نزول الوزن لكن كمان على صحة جسم احلى واقوى. استنونا في حلقة جديدة بالهنا والشفا.